وللمزيد ينضم إلينا من تعز مراسلنا حمزة أمين. أهلا بك حمزة، ضعنا في صورة آخر مجريات معركة القصر. نعم سامي، أنا الآن أقف في القصر الجمهوري تحديدا في البوابة الغربية والتي تم تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. الآن بعد معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني في خطة تحرير القصر الجمهوري من قبضة الميليشيات الانقلابية، قوات الجيش الوطني في هذه الأثناء تمشط البيوب التابعة للقصر الجمهوري، ونحن نرافقها خطوة بخطوة من أجل أداء رسالة الإعلامية في إظهار الحقيقة والتقدمات التي تحققها قوات الجيش الوطني هنا في الجهة الشرقية من المدينة. قذائف الميليشيات الانقلابية تنهال على هذه الأحياء بشكل جنوني ومخيف على كل المنازل على كل الأحياء. نجونا بأعجوبة من قذيفة سقطت بجوارنا، لكننا لازلنا مستمرون في تغطية هذه المعارك ونقل الأحداث لكم أولا بأول. يعني الآن يتزامن مع مجريات معركة القصر قصف من قبل الميليشيا على الأحياء المدنية. نعم نعم، كما تحدثت إليك سابقا، الميليشيات الانقلابية تقوم بقصف عنيف وعشوائي وجنوني بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير هذه المواقع المهمة واستعادتها من قبضة الميليشيات الانقلابية. تقوم بقصف الأحياء السكنية وأيضا المواقع التي تم تحريرها من قبل قوات الجيش الوطني. طيب في هذه المعركة ماذا عن طائرات التحالف العربي؟ هل هناك إسناد للمقاتلين في معركة القصر؟ وأيضا هل هناك طلعات جوية يمكن أن تحد من هذا القصف الجنوني الذي يستهدف الأحياء المدنية؟ حتى هذه اللحظات لا يوجد أي إسناد جوي من قبل طيران التحالف العربي فيما تعمل قوات الجيش الوطني أن تقوم طيران التحالف العربي بشن غارتها على معاقل الميليشيات الإنقلابية، وخصوصا هذه التي تتمركز فيها مدفعية الميليشيات الإنقلابية والتي تقوم بقصف تقدمات قوات الجيش الوطني وأيضا الأحياء السكنية وسط المدينة. شكرا لك حمزة أمين مراسل قناة بلقيس، كنت معنا من تعز. وينضم